بعدما كان استخراج وثيقة السوابق العدلية مهمة صعبة على المواطن نظرا لمدة الانتظار الطويلة أمام شبيبيك العدالة، أصبح بمقدوره اليوم استخراج هذه الوثيقة من الانترنت ومن مكان تواجده. أنا كمواطن تحت تلقينا بارتياح قرار وزارة العدل بفتح مواقع لاستخراج صحيفة السوابق العدلية من مقاهي الانترنت عوض التنقل إلى المحاكم الإدارية، وهناك صعوبات كنا نتلقاها في عند المحاكم. الآن هذه التسهيلات ندعو جميع المواطنين الذين يريدون استخراج مثل هكذا شهادات تقرب إلى مقاهي الإنترنت عوض الذهاب إلى المحاكم الإدارية. وزارة العدل مؤخرا خدمة للمواطنين تتمثل في إمكانية تسجيل واستخراج صحيفة السوابق القضائية رقم 3 إلكترونيا عن بعد، وهذا حرصا منها على عصرنة الخدمات القضائية وتبسيط الإجراءات للحصول على الوثائق القضائية عن بعد. هذه الخدمة تندرج أيضا في إطار مقاربة وطنية شاملة مدمجة للرقمنة والعصرنة، وتعزز تقريب العدالة من المواطن التي هي تعتبر من أولويات الحكومة في مجال تجسيد ما جاء في مجال تجسيد معالم الحكامة الإلكترونية. هذه الخدمة تتمثل في إمكانية استخراج صحيفة السوابق العدلية إلكترونيا عن بعد للأشخاص المدانين وغير المدانين، وذلك بقيام الطالب بالولوج إلى الموقع الرسمي لوزارة العدل والدخول في نافذة صحيفة السوابق القضائية وبملئه لبيانات هويته وإدخال رقمه النقال. ترسل له رسالة نصية آنية والتي تعتبر الرمز السري الذي يمكنه من الاطلاع على صحيفة سوابقه العدلية. هذه الأخيرة يمكن له الاحتفاظ بها كما يمكن له نسخها، وبهذه المناسبة يستفيد الطالب من حسابين على موقع وزارة العدل الذي بموجبهما يمكن له تكرار هذه العملية لمرات متعددة. إجراء من شأنه تخفيف معاناة المواطن من التنقل إلى الجهات القضائية بشكل كامل، علما أن القسيمة رقم 3 المسلمة إلكترونية معفاة من أي رسوم قضائية.